بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة هتكون على النيونيتال ريسبيراتوري ديستريس. الاوبجكتيفز بتاعت المحاضره بتاعتنا، اول حاجه ان احنا نبقى الفيسيولوجيك ابروتش نبقى فاهمينه جدا ونفهمه، والديفرنشال دايجنوزيس، وديستينجويش البالمونري ديزيز فروم ذا اير ويز والكارديوفاسكولار والاذر سيستميك كوز اوف ريسبيراتوري ان ذا نيو بورن، والابريشيت الريسك اسوشيتد ويز بريليد بري تيرم اند ايرلي تيرم ديليفريز، خصوصا مع سيزيريان سيكشن. Recognize the clinical symptoms or radiographic patterns بتاعت الترانزنت تاكيمنيا، نيونيتال نمونيا، ال RDS، النيكونيوم اسبيريشن اند ايرلي سندرومز. Identify short and long term complications associated with neonatal respiratory disorders زي ال pneumothorax و resistant pulmonary hypertension والكرونيك lung disease. طبعا نفهم المانجمنت استراتيجيز اوف سي تي ان والنمونيا وال RDS والنيكونيوم اسبيريشن. السيستم ده بيكون من ايه؟ او اللي هو نعتبر الريسبيراتوري اير ويز مع الريسبيراتوري بامب، عباره عن نوز، ماوس، فارنكس، لاركس، تراكيه، برونكاي، برونكيولز، والفيولاي. ادبرس، لو احنا شفنا بقى الريسبيراتوري بامب او الالفيولاي هنلاقي ان احنا عددنا بيختلف عن الادلت. احنا عندنا في النيو بورن بنوصل لحوالي 150 مليون الفيولاي. طبعا الادلت نمبر بيبقى حوالي من 300 ل 350 مليون الفيولاي. طبعا ده السيرفيس اريا بتاعتهم بيبقى حوالي من 3 ل 5 متر مربع، وبيوصلوا الى حوالي 60 متر مربع عند الادلت فاليو، يعني تقريبا قد ملعب تنس. شو سبحان الله. طبعا كل الالفيولاي دي فيها بالمونري سيرفكتانت، ده عباره عن ميكشرز من ليبز وبروتين وكربوهيدرات، وعامله لايننج لكل الالفيولاي، ودي سيكريتد باي تايب 2 الفيولار، تايب 2 الفيولار ابيثيليال سيلز عند الاسبوع من ال 20 لل 22، وبيوصلوا للميثيول ليفل عند الاسبوع ال 36 37. وطبعا فائده السيرفكتانت هنا بيعمل lowering او decreasing للسيرفيس تنشن داخل الالفيولاي عشان تو كيب ذا الفيولاي انفليتد. من غير السيرفكتانت ده البريشر ان ذا لانجز تشينج، والسمول الفيولاي ممكن يحصل لها كولابس ويحصل بروبلمز ريسبيرتوريس. الديفينيشن هنا نيو نيرت او نيو بورن انفنت بريزنت ا جروب اوف كلينيكال ساينز which indicates that the infant has difficulty breathing. Tachypnea, retractions, grunting, sinus. Four signs لازم ندور عليهم عشان نقول ان البيبي ده عنده respiratories. Pathogenesis بتاعت respiratories. اول حاجة لازم نبقى عارفين ان في causes كتير جدا و pathogenesis كتير جدا للrespiratories. لكن تعالوا نقسمها مجموعات كبيرة. المجموعة الكبيرة ان ممكن تكون during normal lung development، او المجموعة الثانية during transition to extra uterine life. المجموعة الاولانية اللي هي during normal lung development ممكن تكون developmental abnormalities، يعني زي tracheostomial fistula، bronchogenic cyst، adenomatoid the malformations، pulmonary hypoplasia، congenital diaphragmatic hernia، وممكن الاثنين يبقوا مع بعض. تعالوا بقى نتكلم على المجموعه الثانيه اللي هي الكومبليكيشن اللي بتحصل من الترانزيشن من البري نيتال للبوست نيتال لايف. ممكن يحصل ترانزيت تاكيبنيا اوف ذا نيو بورن، الريسبيراتوري ديستريس سندرومز، ممكن يحصل
من الانفكشنز يعني نيونيتال نمونيا او سيبسيز او سي ان اس انفكشن، ميكونيوم اسبيريشن سندروم، بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن اوف ذا نيو بورن، الهيماتولوجيك كوزز اوف ريسبيراتوري ديستريس. هنتكلم دلوقتي على ديفينيشن ديجنوز اوف ريسبيراتوري ستريس. يعني لو بيبي جالنا بريسبيراتوري ستريس بالفورم مانيفستيشن اللي احنا قلناها، تاكيبنيا، ريتراكشنز، جرانتنج، ساينوزز، لازم ابدا ادور ايه السبب وايه المشكله. فنقسمها لتقسيمه ثانيه خالص هتبقى سهله كلينيكالي. اول حاجه نمسك الاير ويز، ممكن يكون في ابستراكشن او ابنورماليتي في الاير باسج او الاير ويز. لو بدأناها من فوق ممكن تكون في النوز او نيزوفارينجيال زي الكوانال اتريزيا والنيزال اديما، ممكن تكون في الماوس اورال هايبوبليزيا اوف ذا ماندبل زي الماكروجلاسيا، لارينجيال لارينجو مايليشيا او مالفورميشن اوف ذا بيجلوتس، لارينجيال ويب كورد بالاريسز، كونجينيتال لارينجيال نارمال، ممكن يكون في التراكية زي التراكيو مايليشيا تراكيال ستينوزيس او تراكيو اسوفجيال فيسيو. تاني سبب بندور عليه الكاردياك كوزز، ودي بقت كومن قوي وطبعا هناخدها بالتفصيل في السلايدز اللي بعد كده. طبعا البريزيستنت فيتال سيركيليشن دي من ضمن الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا، البيتا داكتس ارتريوزس والهارت فيلير. هنتكلم دلوقتي على البريزيستنت بالمونري هايبرتنشن اوف ذا نيو بورن، ودي تقريبا اهم حاجه في الكوزز بتاعت الكاردياكوس. ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا كنا قلنا ان احنا عندنا during the fetal circulation في 2 شانس او 3 شانس، 2 شانس اللي بيهمونا بنتكلم عليهم دلوقتي اللي هو الفورامن اوبال والداكتس ارتريوس. طبعا لما بيحصل كلامبنج للكورد وبينفصل البيبي عن الام وبيحصل انفليشن اوف ذا لانج وابسوربشن اوف ذا فلويدز اون ذا الفيولاي، وبيحصل انكريز في البلمونري فلو بحوالي من 8 ل 10 اضعاف الفيتال سيركوليشن، يحصل البلمونري ارتريال بريشر بيقل حوالي 50% ده في خلال ال 24 ساعه الاولانيين، وبالتالي بنتقلب الى نيونيتال سيركوليشن، وفي نيونيتال سيركوليشن بنفقد وظيفه الفورامن اوفال والداكتس ارتريوس. طب لو هو حصل العكس وما حصلش ابزوربشن الفلوس او ما حصلش انفليشن لانج كويس او فضل البلمونري سيركوليشن والبلمونري بريشرز عالي، هيكون نتيجتها ان هيحصل هيفضل الشانت اوف ذا بلاد فروم ذا رايت تو ذا ليفت ثرو ذا فورامن اوفال او ثرو ذا داكتس ارتريوسس، وبالتالي دي بنسميها البريزيستنت فيتال سيركوليشن او بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن اوف ذا نيوبورن. دي طبعا بتبقى كومن جدا في التيرم والنير تيرم بيبيز، وممكن نعتبرها كمان وبدات تزيد قوي في البري تيرم بيبيز. بالنسبه للبريزيستنت بالمونري هايبرتنشن الليتولوجي بتاعها بيكون متقسم الى 3 كاتيجوريز. اول كاتيجوري الاكيوت بالمونري فازو كونستريكشن، وده بيكون نتيجه الفيولار هايبوكسيا سكند تو ذا برينكيما لانج ديز، ممكن يكون ميكونيوم اسبيريشن ار دي اس نمونيا، ودي الحاجات دي هنتكلم عليها قدام، الهايبو فنتيليشن هايبوثيرميا هايبوجلاسيميا. المجموعه الثانيه هايبوبليزيا اوف بالمونري فاسكولار بيت، وده بيكون كومن قوي مع الكونجينيتال ديفراجماتيك. المجموعه الثالثه اللي هي الايديباسيك بالمونري هايبرتنشن، وده بيكون نتيجه امبيرمنت في البالمونري ريلاكسيشن افتر بيرث، وده بيكون في من خلال ابسنس اوف ذا برينكيمال لانج ديزيز، وده بيعتبر حوالي 10% من الكيسز اوف بالمونري بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن. لو جينا نتكلم على المانيفستيشن اوف بريزيستنت بالمونري هايبرتنشن، ده بيكون ممكن يكون جاي باسفيكسيا، تاكيبنيا، ريسبيراتوري ستريس، لو ابجار سكورز، ساينوزز، ميكونيوم ستين، ريسبيراتوري اسيدوزز، البور كاردياك فانكشن اند بيرفيوجن. برضو لو احنا بصينا للمانيفستيشن دي نون سبيسيفيك، كل حالات الريسبيراتوري ستريس بيبقى عندها المانيفستيشن دي،
لكن الفيصل هنا في الدياجنوزز هيكون الايكو. هنتكلم على ثالث مجموعه في الكوزز، الهيماتولوجيك كوزز اوف ريسبيراتوري ستريس. اول حاجه هي بتنقسم الى حاجتين، يا اما زياده في الريد بلاد سيلز يا اما نقص في الريد بلاد سيلز. الزياده يعني بوليسيسيميا، يعني increase في النمبر اوف ذا ريد بلاد سيلز. طبعا معناها يعني ان لازم نقول ان الهيموجلوبين بتاعنا اكتر من 22 او الهيماتوكريت بتاعنا اكتر من 65. معناها ان في انكريز في البلاد فيسكوستي، معناها ان في ديكريز في البلمونري بلاد فلو، وده بيؤدي الى سينوزيس، تاكيبنيا، بلمونري هايبرتنشن، باسكولار كونجيشن. يعني بمعنى اصح برضو هتكون المانيفستيشن بتاعتنا نون سبيسيفيك زي اي مانيفستيشن لحالات نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس، لكن الفيصل فيها هيكون بالمانيفستيشن بتاعت الهيموجلوبين والهيماتوكريت فاليوز. طيب ما قلنا احنا يا اما بوليسيسيميا يا اما سيفير انيم. طب لو الهيموجلوبين قل زياده عن اللزوم او الهيماتوكريت قلت زياده عن اللزوم، يعني لو احنا مثلا الهيماتوكريت بتاعتنا اقل من 45%، يعني معنى كده ان احنا عندنا سيفير انيميا، يعني معنى كده ان احنا عندنا في ديفكت في الاكسجين ديليفري، عشان الهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين فور ذا تيشوز. هيحصل نوع من انواع الكومبنسيشن، هيحصل تاكيبنيا وتاكيكارديا وابنيا وانكريز في الاكسجين ريكويرمنتس وبالور وليثارجي، ده كله هيكون نتيجتها ايه؟ نتيجه السيفير انيميا. هنتكلم على السبب الرابع السيريبرال كوز، يعني في سيريبرال اريتيشن زي الانتراكرينال هيموريج، الانجايتس، الاتش اي اي او الهايبوكسيميك انكفالوباسي. دي كلها طبعا استيميليت سنترز اوف ريسبيراتوري سنترز والكارديو ريسبيراتوري سنترز في البرين ستيم، وبيكون نتيجتها ان في ريسبيراتوري ستريس، يعني سنترال ريسبيراتوري ديستريس، لكن البريفرال سيستم بيبقى كومبليتلي وممكن يكون كومبليتلي فري ما فيهوش اي حاجه خالص. ولو بدات ابحث هلاقي ان الكومبينيشن اوف سيريبرال مانيفستيشن زائد الكارديو ريسبيراتوري مانيفستيشن بيدلني على ان ده سنترال ريسبيراتوري ديستريس. شستول الثوراسيك ديستروفي او الماسيزنيان جريفز او اي تروما حتى في الريبس او الانتركوستال ماسل هيؤدي في امبيرمنتس في الفانكشن اوف ريسبيريشن او انسبيريشن والاكسبيريشن، وهيبقى في ديفيكولتي وبين، وهيكون نتيجتها ان عندي مانيفستيشن اوف ريسبيراتوري ستريس. او المجموعه الثالثه بقى اللي هي الميسلينيس، ممكن تكون دي ذا فراجماتيك هيرنيا، تراكيو سيريال فيسيولا، ممكن تكون ناركوتكس، ميتابوليك اسيدوزز، هايبوغلايسيميا، هايبوثيرميا، هايبرثيرميا. هنبدا نتكلم على اول حاجه منها واللي تهمنا قوي وكومن، اللي هي الدافراجماتيك هيرنيا او الكونجينيتال دافراجماتيك هيرنيا. الدافرام عندنا بيفصل ما بين الشيست كافيتي والابدومينال كافيتي. لو في ديفكت في الدافرام ده بيؤدي الى هرنيشن اوف ابدومينال كونتينتس انتو ذا شيست. طبعا لما بيحصل الهرنيشن ده هي بيضغط على اللانج وبيحصل لها كولابس، وممكن يكون في هايبوبليزيا اوف ذا لانج. بيحصل مانيفستيشن اوف ريسبيراتوري ستريس بتبقى في الفيرست اورز اوف افتر ديليفري، وممكن يبقى مايلد ومودريت او سيفير. طبعا الهرنيشن ده بيحصل او ديورنج اللانج ديفلوبمنت، وبالتالي هيكون نتيجه الهرنيشن ده ان يحصل ديفكت في اللانج ديفلوبمنت، وممكن يبقى في هايبوبليزيا اوف ذا لانج. الهايبوبليزيا بتبقى سيفير في الابسيلاترال سايد، لكن ممكن الكونترالاترال سايد افكتد نتيجه ان شيفت اوف ذا مدستاينا نتيجه الهرنيشن، ويعمل برضو كومبريس على اللانج في الناحيه الثانيه. يعني بمعنى اصح ان مور كومن في الليفت سايد،
مور سيفير على نفس الناحيه، ممكن يكون ان الرايت سايز برضه افكتد لو المدستاينم برضه عامله كومبريس على الكونتينز او على اللنج اوف ذا اذر سايز. شفنا الراديولوجيكال ساينز اوف سي دي اتش، هنشوف ان احنا عندنا السكافويد ابدومين، ده نتيجه الميجريشن اوف ذا ابدومينال كونتينز للشيست كافيتي، وهيحصل ديفيشن اوف ذا لاينز. هنبص نلاقي لو احنا عندنا اندوتراكيال تيوب هتلاقيها شيفتد تو ذا اذر سايد، النيزوجاستريك تيوب برضو شيفتد. هنبص هنا لو احنا شفنا هنا هنلاقي ان الميدستاينم والهارت رايحين على الرايت سايد خالص. هنشوف هنا الجازز بتاعه الجي تي جازز كلها موجوده في الشيست كافيتي. لو احنا بصينا على الاكس راي دي برضو هنبص نلاقي هنا ودي اوباستي، لا يعني سكافويد ابدومين اهي وجازز كبيره هنا في الابدومين والبطن فاضيه خالص هنا اهو، وحتى الابدومين الكافيتي اقل من الشيست كافيتي خالص هنا. وهنبص نلاقي ان الكونتينس هنا عملت ريديو بيك شادو، في ممكن بنغلط فيها ساعات ونقول عليها ان دي نمونيا، بس طبعا دي مش نمونيا عشان في شيفت اوف ذا ميدستاينا اوف ذا هارت تو ذا اذر سايز. يبقى معنى كده ان انا لما الاقي اكس راي فيها شيفت اوف ذا ميدستاينا اوف ذا اذر اند ذا هارت تو اذر سايز وفي سكافويد ابدومين وفي راديو بيك شادو، لازم افكر في السي دي اتش. هنتكلم دلوقتي على التراكيوسفيجال فيسيولا مع الاسوفجيال اتريسي. التراكيوسفيجال فيسيولا عندنا 4 تايبس، لكن الموست كومن تايبس اللي هي معاها اسوفجيال اتريسي، خصوصا البروكسيمال تايب اوف اوسوفيكس. طبعا ده بيكون معاها انتي نيتال بولي هيدرامينس، ودي عشان كده لازم نسال في الهيستوري هل الام كان عندها بولي هيدرامينس ولا لا. طبعا لما بيجي البيبي بيتولد بيبقى عنده كميه سكريشن طالعه من بقه كبيره جدا، في difficult feeding، في vomiting لكل حاجة بياخدها. لو احنا حاولنا نحط تيوب في الاستومك ما بتعديش، وبنبص نلاقي طرف تيوب رجعت وطلعت لنا تاني من الماوس. ودي الشكل بتاعنا هنا عندنا، شايفين ال distal type of the esophagus لازق خالص او داخل على التراخية، وهنا البروكسيمال تايب بلايند خالص اهو. ولو شفناها في الاكس راي هنلاقي التيوب اهي، التيوب نازله اهي، نازله وجت عند هنا طبعا بلايند لوب، قامت راجعه تاني وهتنزل وتطلع من الماوس تاني اللي احنا قلناها دلوقتي. هنتكلم بقى على البالمونري كوزز اوف ريسبيراتوري ستريس. طبعا اهم كوز الترانزيت كيمنا اوف ذا نيوبورن، ودي كتيره جدا خصوصا حالات السيزيريان. الار دي اس ريسبيراتوري ستريس سندروم ديفيشنسي اوف سيرفكتان، الاسبيريشن نمونيا، ودي ممكن تكون مع الميكونيوم او مع الميلك او سكريشنز. الانتراترين نمونيا خصوصا بالانفكشن ميز جروب بي ستريبتوكوكاي. نمره 5 البالمونري ليك، هو التايبس بتاعته نيموثوراكس، نيمو بريكورديام، نيمو ميدستاينم، بالمونري انترستيشال انفيزيما. هنا بنلاحظ ان تبع موقع الاير بنسمي الاير ليك، يعني نيموثوراكس، نيومو بريكورديام يعني الهواء او الاير حوالين الهارت، نيمو ميدستاينم يعني الاير جوه الميدستاينم، نيوموثوراكس يعني الاير جوه الشيست كافيتي، البالمونري انترستيشال انفيزيما يعني الاير ما بين الالفيلاي وبعضها. ماسيف بالمونري هيموريج، كونجينيتال لوبر انفيزيما، البرونكو بالمونري ديسبليت. يبقى هم 8 اسباب: ترانزنت كيبني اوف ذا نيو بورن، الار دي اس، الاسبيريشن، الانتراترين نمونيا، البالمونري ليك، ماسيف بالمونري هيموريج، كونجينيتال لوبر انفيزيما، البرونكو بالمونري ديسبليت. دي كلها بتندرج تحت pulmonary causes of respiratory distress. آه
اول حاجه الترانزيت كيبني اوف ذا نيو بورن. احنا عارفين كلنا ان احنا قلنا لما بيجي البيبي بيتولد وبنحصل بيحصل بيمشي في البيرث كانال او بيعدي في البيرث كانال بيحصل كومبريشن على البيبي. لما البيبي بيتولد بيحصل انفليشن اوف ذا لانج، بيحصل ابزوربشن للفلوز انسايد ذا الفيولاي. طب لو حصل وما حصلش كومبليت ابزوربشن للفلوز وبقى شويه في شويه فلوز ريتيند اون ذا الفيولاي، ده هيكون نتيجتها انها هيحصل عندنا اللي هي الترانزيت اكيبنيا اوف ذا نيو بورن. وبالتالي الترانزيت اكيبنيا بيكون نتيجه في امبيرمنت في الفيتال لانج فلويد كليرنس. طب ايه العوامل اللي بتزود لي الكليرنس اوف ذيس فلويدز، او بمعنى اصح العوامل اللي بتقلل لي الترانزيت اكيبنيا اوف ذا نيو بورن؟ لو ادينا للام كورتيكوسترويدز، لو في كومبريشن على الثوركس بتاع البيبي او الفيتس وهو بيتولد، اليوتراين كونتراكشن، ريليز اوف ذا فيتال ادرينالين ديورنج ليبر، طبعا ده بيعمل انهانس للابتيك اوف ذا لانج فلويدز. يعني بمعنى اصح ان ترانزيت كيرني اوف ذا نيو بورن من كده نقدر نقول انها ممكن تكون زياده في حالات السيزيريان سيكشن، على اساس انها ما بيتعرضش ولا لليوتراين كونتراكشن ولا بيتعرض للكومبريشن ولا بيتعرض ل increased للفيتال ادرينالين during labor. طبعا في حالات الترانزكت تاكيبنيا اوف ذا نيو بورن بيبقى التاكيبنيا بتبقى موجوده سينس بيرث، وممكن تكون مايلد او مودريت او سيفير. بيبقى لو احنا عملنا اكس راي هنبص نلاقي في سيمتريكال لانج اوفر رييشن، وفي انترستيشن ماركينج وبري هيلر تقريبا، وبتبقى عامله الفيشرز كلها مليانه فلوز وريديو بيك واضحه جدا في الاكس راي. وساعات بتوصل لدرجه انها بيبقى في سمول بلور انفيوجن، ولكن دي كلها حاجات ترانزيان بتختفي في خلال من 6 ل 12 ساعه. لكن في بعض الاحوال بترتفع وبتطول اكتر من ال 12 ساعه، لكن كلها ترانزيان وبيحصل لها كوركشن تملي لو انا اديت اكسجين، وخصوصا لو حطيته على نزل كانيولا بيبقى كنترولد وما بيبقاش محتاج اكتر من كده. الريسبيراتوري ديستريس سندروم ده بيكون نتيجه ان او بيسميه باسامي ثانيه ممكن نسميه الهايلاند ميمبرين ديزيز، وده بيبقى طبعا في البري تيرم بيبيز. ولو احنا قعدنا نفتكر ايه اللي بيحصل، احنا قلنا ان في نوموسايتس تايب 2 في الاسبوع ال 20 تبدا بتفرز السيرفاكتانت اللي هو بيعمل لايننج للالفيولاي، بيقلل السيرفيس تنشن، بيحاول بيكيب الالفيولاي انفليتد ديورنج سوبيريشن عشان ما يحصلش كولابس وما يحصلش اتلكسيسز. طبعا لو احنا السيرفاكتانت ده ديفيشنت ومش موجود نتيجه البريماتيوريتي، نتيجه ان ما وصلش للكميه اللي تحافظ على الالفيولاي انفليتد، هيبدا يحصل الالفيولاي دي تحصل لها كولابس، وهيحصل حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش او انيكواليتي، وهيحصل هايبو فنتيليشن، هيحصل هايبوكسيميا، هايبركابنيا، اسيدوزز، بالمونري فازو كونستريكشن، هيحصل سيفير ريسبيراتوري ديستريس. طب احنا ايه الحاجات اللي بتزود الـ RDS وايه الحاجات اللي بتقللها؟ الحاجات اللي انا اتوقع فيها ان الحالات دي RDS لو هو ميل، يعني ميل مور ذان فيميلز، الانفانتس بورن تو ذا ماذرز ويز دايبيتس، يعني الدايبيتك ماذرز البيبيهات بتاعتهم بيبقوا مور لايبل فور ريسبيراتوري ديستريس سندروم لو اتولد بسيزيريان سيكشن، لو هو ان هم توينز وسكند توين بيبقى مور كومن ان يجي له ار دي اس، لو عندنا فاميلي هيستوري اوف ار دي اس. يعني لو احنا بيبي جالنا ميل ومن ام عندها دايبيتس وديليفرد باي سيزيريان وسكند توين وعندهم هيستوري اوف ار دي اس، يبقى معنى كده ان البيبي ده شور انه اكيد هيكون عندنا عنده ار دي اس. طب ايه الحاجات اللي بتقللها؟ ان احنا لو احنا استخدمنا انتي نيتال كورتيكوسترويدز، يعني ادينا ام كورتيكوسترويدز
بيفور ذا ديليفري، الثلاث ايام او اليومين اللي قبل الدليفري. لو احنا لو الام عندها هايبرتنشن، اكلامسيا، بري اكلامسيا، برونج رابشر ميمبرينز، ماتيرنال ناركوتكس ادكشن، دي كلها بتقلل لي الانسيدنس اوف ار دي اس. طيب البيبي اللي بيجي بريسبيراتوري ديستريس سندروم، اول حاجه هو بيبقى بري تيرم، وقلنا الكرايتيريا بتاعته اللي احنا قلناها في السلايدز اللي قبل كده. وطبعا البيبي ده بيديفلوب الار دي اس في الفيرست 6 اورز، يعني ما ينفعش بيبي جاي لي مثلا بعد يومين وكان نورمال وبعدين بدا يحصل له ار دي ريسبيراتوري ديستريس اقول ده ار دي اس ريسبيراتوري ديستريس سندروم. لازم لها وقت معين عشان احكم عليها ان ده من ضمن الجروب بتاعت الار دي اس. هنبص نلاقي البيبي اللي جاي بار دي اس ممكن يكون متقسم الى 4 جريدز. لو هو جاي بتاكيبنيا ووركينج الانزايد ده بنعتبرها جريد 1. لو هو جاي بالريتراكشنز يعني التاكيبنيا مع الريتراكشنز بعتبرها جريد 2. لو هو جاي بالاثنين اللي فاتوا دول زائد جرانتنج بعتبرها جريد 3. لو هو جاي بالثلاثه اللي فاتوا زائد سينوزز يبقى معنى كده ان هو جريد 4 ار دي اس. لو جينا بقى نشوف هو بيبقى عامل شكله ايه في الاكس راي، هنبص نلاقي ان ديفيوز فاين جرانولار انفلتريتس في الراديوجراف، هنبص نلاقي انفلتريشن. طبعا منظر الشيب اوف ذا ثوراكس واضح، طبعا اللنج فوليوم ريديوزد. الفاين جرانولار باترن بيدينا حاجه اسمها جراوند جلاس ابييرنس، طبعا الاير برونكوجرامز موجوده. ده بيكون نتيجه ان في بعض الالفيلاي، احنا قلنا ان احنا عندنا 150 مليون الفيلاس، في بعضها بيبقى كولابسد نتيجه ان ما فيهاش سيرفكتاند وفي بعضها انفليتد، فبيكون نتيجتها اللي هي اللي كولابسد بتظهر في الاكس راي على انها وايت دوتس، لكن اللي هي انفليتد بتتبان على انها بلاك، وبالتالي دي بتبقى واضحه جدا. كل ما زادت الوايتنس اوف ذا اكس راي ده دليل السيفيريتي اوف ريسبيراتوري ديستريس سندروم او سيفيريتي اوف ديفيشنسي اوف سيرفكتانت. هنتكلم على الميكونيوم اسبيريشن سندروم. هو ايه الميكونيوم؟ الميكونيوم ده عباره يعني بمعنى صح الويست برودكتس اوف ذا فيتس، وبيبقى موجود في الجي اي تي. هو عباره عن بايلز وفيرنكس وبنكرياتيك انزيمز وبيسيليوم سيلز وامنيوتيك فلوز وميوكاس، وممكن طبعا الميكونيوم ستيند امنيوتيك فلوز ان الفيتس بيباص الميكونيوم بيفور ذا بيرس، وبيبقى نتيجه ان البيبي اتعرض لستريس انتراتراين، حصل كومبريشن على الهيد، هو ماتيور، السنترز مستعده انها تشتغل، فبيبدا يحصل ايفاكويشن للجي اي تي بتاعته في الامنيوتيك فلويدز، بيبقى ستيند بالميكونيوم. ممكن يحصل جذب في ام شافت الميكونيوم ده، الجذب ده ممكن يحصل في اي مرحله، يا اما بري نيتال خالص يا اما ديورنج نيتال ديورنج بيرس، فبيحصل اسبيريشن يخش يا اما يخش في الماوس والابر اير ويز، يا اما يخش في الماوس والابر اير ويز والتراكيه والبرونكاي والبرونكيولز، ممكن يخش لغايه الالفيولاي. طبعا الميكونيوم ده بيبقى موجود من بدايه الاسبوع 16، لكن ما بيوصلش لللور ديسندنج كولون لغايه الاسبوع 34. يعني بمعنى صح ان الميكونيوم اسبيريشن سندروم او الميكونيوم اسبيريشن ميكونيوم ستيند امنيوتيك فلوز نادرا ما بيحصل في البري تيرم بيبي، لازم يكون فول تيرم او بوست تيرم بيبي. هنا لو شفنا الميكونيوم الباس اوف سيرج بتاع الميكونيوم اسبيريشن زي ما احنا قلنا، هنا ماتيور نيرفس سيستم وماتيور جي اي تي، وهنا طبعا بيحصل فيجر ستيميوليشن نتيجه هيد اور كورد كومبريشن، يحصل بريستالسيز، يحصل ريلاكسيشن اوف ذا ريكتال سفينكتر، ميكونيوم باسج، ميكونيوم ستيند امنيوتيك فلويدز، يحصل جازبنج، اسبيريشن، هايبوكسيا. الميكونيوم عمل ايه لما دخل؟ اول حاجه هيعمل ديكريز الانتي بكتيريال اكتيفيتي في الامنيوتيك فلويدز، فانكريز الريسك اوف برينيتال انفكشن، ده نقطه. المجموعه الثانيه يحصل اسبيريشن وهنتكلم عليها.
النقطة الثالثة يحصل الريتيشن للفيتال سكان ويحصل الريسيما توكسيك. طب تعالوا للمجموعة المستنية بقى اللي هي الميكونيا ماسبيريشن، يا إما يعمل اير واي اوبستراكشن يا إما يعمل سيرفكتانت ديسفانكشن عشان بيخش يدمر النموسايز تايب 2 اللي هي بتفرز سيرفكتانت أو بيبوظ السيرفكتانت نفسه اللي موجود، أو يعمل كيميكال نومونايتس أو انفلاميشن أوف ذا وولد أوف ذا الفيولايز. لو عمل اوبستراكشن ممكن يكون كومبليت اوبستراكشن ويحصل اتلكسس، او بارشال اوبستراكشن ويحصل اير ترابنج. دي او دهيت بيحصل لنا نتيجه الاوبستراكشن. الاتلكسس يعني كومبليت، بارشال يعني ممكن يؤدي الى نيوموثوراكس او نيوموتساينم او نيوموبريكارديوم. طيب لو هو لو حصل ديسفانكشن للسيرفكتان هيكون هيحصل ديفيوز اتلكسس في الحته اللي هيخش فيها، هيبوظ لنا النيموسايتس تايب 2 وهيبوظ لنا السيرفكتانت بتاعها، او هيحصل الكيميكال نيمونايتس ممكن تكون برضو ديفيوز او ممكن تكون بارشال اكوردنج تو ذا سايت اوف اسبيريشن. دي اكس راي لحاله ميكونيا ماسبيريشن، هتبص تلاقي كل الليجن موجوده فيها، هتلاقي حته فيها نيموثوراكس، حته فيها نيمونيا، حته فيها نورمال، حته يعني كل حاجه هتلاقيها في الميكونيا ماسبيريشن اكوردنج تو الباثو فيسيولوجي. النونيتا نيمونيا، النونيتا نيمونيا ممكن ده انفكشن، ريسبيراتوري انفكشن في نيوبورن، ممكن يكون بكتيريال فيرال فانجل اي سبب. ده ممكن يكون جاي ترانس بلاسنتال او فروم ذا انفكتد امنيتيك فلويد او كولونايزيشن اوف ذا بيرس كانال او نوزوكوميال فروم ذا ستاف اوف ذا ديليفري روم. ممكن يكون من البريماتور رابشر اوف ميمبرين اللي هو برولونجد رابشر اوف ذا امنيتيك ميمبرين، ده مور ذان 6 اورز بنعتبره بريماتور رابشر اوف ميمبرينز، وده مور كومن اوت. طبعا البيبي بيتولد عنده انكريس في الورك اوف بريثنج والاكسجين ريكويرمنتس، لو عملنا اكس راي هنلاقي في انفلتريشن برينكوجرام لوبر كونسوليديشن، ممكن يكون هوموتوجينس هيتروجينس هيتروجينس، ممكن يكون ديفيوز اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف انفكشن. دي اكس راي لحاله نونيتا نمونيا، الابر رايت لوب افكتد واضحه جدا هنا اهي، طبعا مختلفه عن بقيه اللانج فيلد. بالنسبه للبلمونري اليك اند ذا نيو بورن، يعني الهواء طلع من جوه الالفيولاي لاوتسايد الالفيولاي، احنا قلنا ان احنا عندنا 150 مليون انفلس، تبع الهواء اللي بيطلع ده في انهي حته، تبع اللوكيشن بتاعته بنسميه، ممكن نسميه نيوموثوراكس، ممكن نسميه نيوموتساينا، ممكن نسميه بالمونر انترستيشن فيزيما، ممكن نسميه نيوموبريكارديوم. ليها اسباب كتير طبعا ان اسكيب اوف ذا اير فروم ذا الفيولاي تو ذا اوتسايد ذا الفيولاي. دي اكس راي ليفت نيوموثوراكس، واضح جدا انها جيت بلاك اير اندر بريشرز عامل شيفت اوف ذا ميسينم تو ذا اذر سايز مع الهارت، والشيفت اوف كوبيولا اوف ذا فريم داون وورز الوايد انتركوستال سبيس. شايفين الجيت بلاك، شايفين البلاك ده والبلاك ده، طبعا واضح جدا ان ده جيت بلاك. دي حاله بايلاترال نيوموثوراكس، هنبص نلاقي الجيت بلاك على الناحيتين، شايفين الكولابسد لانج عامله ازاي واضحه خالص، شايفين الكوبيولا اوف ذا فريم شيفت داون وورز، ثابت الهارت ونزلت تحت خالص والبيز اوف ذا هارت ما بقتش على الدفريم، ده طبعا حاله البروجنوز بتاعها فيري باد. طب لو هو بقى الهواء او الاير ما بين الالفيولاي وبعضيها اللي بنسميها البلمونر انترستيشن فيزيوم، ودي من اصعب انواع الانفيزيوم، هنبص نلاقي دوتس بلاك كتيره جدا وما بينها دوتس بيضاء، دي بتاعت الالفيولاي. طبعا البلاك هنا كبيره جدا والبلاك الالفيولاي بقت كولابسد فبدات تبقى بيضه يعني، والبروجنوز بتاع الحالات ديت لما بتوصل للدرجه دي برده بيبقى برده بروجنوز سيء جدا. دي حاله اكس راي فور نيوموبريكارديوم، شايفين طبعا ان الهارت متحوط بانفلوب اوف اير، شايفين متحوط ازاي،
طبعا قلنا تبع اللوكيشن اوف ذا اير بنسميه مانجمنت اوف ريسبيرس. احنا هنتكلم على الخطوط العريضه بتاعته، احنا هنتكلم على السيرمو ريجوليشن بتاع البيبي، الانتي ميكروبيال ثيرابي، اير واي بيتنسي، نعمل ريسبيرتوري سبورت بالاكسجين، سيرفاكتانت، نيزال كانيولا، سيباب، الهيموداينامك سبورت، النيوتريشنال سبورت، الفنتيلاتوري سبورت. احنا طبعا مش هنتكلم بالتفصيل على كل واحد من دول، لكن هنلاقي حاجات معينه نتكلم عليها اللي هي تهمنا قوي ويهمنا ان انتوا تعرفوها. طبعا السيرفاكتانت ثيرابي بتفرق كتير جدا. ان احنا قلنا ان السيرفاكتانت ده بيتفرز من نيموسايز تايب 2 وبيعمل لايننج، ديكريز السيرف تنشن، بيحافظ على الفيلاي انفلين ديونج اكسبيريشن، بيمنع الاتليكسيس، بيمنع الفيو كيو ميس ماتش. طيب لو هو البيبي نزل بري تيرم وما عندوش سيرفاكتانت وعنده ديفيشنسي، ممكن اديله احقنه في اللنج ارتفيشال سيرفاكتانت اللي هو ممكن يكون ناتشرال او سينثيتك. طبعا ده لما بديهوله افتر ديليفري، ايميديتلي افتر ديليفري، بيمينيمايز الاتليكسيسز، بريديوس الورك اوف بريسنج، طبعا بيقلل السيرف تنشن، بيزود الاستابيليتي. ده كله السيرفاكتانت طبعا الهاف لايف بتاعته بحوالي 12 ساعه، انا مش بديهوله عشان يفضل معاه مدى الحياه، لكن بديهوله لغايه ما النوم سايز بتاعت البيبي تايب 2 تبدا تفرز السيرفاكتانت بتاعه الطبيعي، يعني علاج مؤقت لغايه ما عدي الكريتيكال بيريود اوف ديليفري. النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها وبرده هتبصوا تلاقوا الكل بيسالك، احنا عاوزين سباب، في سباب اللي هو continuous positive airway pressure. سباب اختصار كل حرف من دول اختصار continuous positive airway pressure، هو ده بنستخدمه to maintain the pressure during inspiration and expiration and keep the alveoli inflated during expiration. فكرته ان احنا عندنا oxygen blender و humidifiers و وبعدين thermometer وبندخل في الانسبيراتي ارم، يقوم يخش على الالفيولاي، يطلع في الاكسبيراتوري ارم بمانومتر ديستال تيوب بتخش اندر ووتر سيل، يعني بمعنى اصح ان البيبي بيطلع الهواء بتاعه اجينست ريزيستنت، الاكسبيريشن اجينست بريشر. البريشر ده معتمد على التول او الكولامين او في كولامين اوف ووتر، كل ما زاد طبعا كل ما زاد البريشر. انا كده بخلي بحافظ بالبريشر ده على الالفيولاي ديورنج اكسبريشن تبقى انها تفضل انفليتنج وما يحصلهاش كل. احنا كده بيبقى خلصنا محاضره نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس. ثانك يو.